الحمد لله ونحمد ربنا على الحق العدل اللي طلع ليها ولولادها، واحنا مش طالبين حاجه غير الحكم العدل اللي طلع، والحمد لله على كده. ونشكر القضاء النزيه المصري، واحنا كنا مطمئنين جدا ان فعلا عندنا قضاء عدل ونزيه وشريف. وشكرا. وهو ده اخر درجه في التقاضي ولا لا؟ ده اول درجه، يعني ممكن في استئناف، في استئناف خلال 40 يوم. خلال 40 يوم. قرار التأسيس. الحمد لله قضاء مصر العادل فلسفنا وحكم أمان الحقيقة. معايا زملاء أفاضل وزملاء مرحبين، وفي غيبتهم بقول الحمد لله كلنا تعبنا وربنا طول تعبنا كله وصاف الطفلين. الحمد لله. مش أفضل من أنا أقول الحمد لله بأننا تعبنا. أنت مش تعبان يا حسين ابن العبوطة. طب هو رأي حضرتك ان قضية النسب مش زي اي قضية تانية، لان المفروض ان الطرفين بيحبوا ان هم يوصلوا للحقيقة، مش ان كل واحد يضلل التاني. الحكم عنوان الحقيقة. طب كان ايه سبب المماطلة؟ كان ايه سبب كل ده؟ اللي حصل معروف وموجود في كل الاوقات، وهم كانوا بيحاولوا خصومنا ان هم يأخروا ويعملوا حاجات كتيرة ويحاولوا رد المحكمة ويحاولوا إثبات طلبات عشان يأخروها ويحاولوا عرقلوا إجراءات التقاضي، واحنا واجهنا ده بكل حسم الحمد لله.